يبقى إن شاء الله هنتكلم على موضوع بعنوان sensory processing. إيه هو sensory processing؟ إحنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان عنده أجهزة في جسمه تستطيع أن تدرك الحياة من حواليه، خلاص؟ وخلق كل الكائنات الأخرى بنفس الإيه بنفس الوقت. إنه كل كائن من الكائنات الحية عنده أجهزة جسمه تستطيع هذه الأجهزة أن تدرك البيئة المحيطة به بشكل كامل ومناسب لطبيعة هذا الكائن. أوكي؟ عملية إدراك البيئة المحيطة بينا هو ده اللي بنسميها sensation أو اللي بنسميها sensory input أو output وinput اللي بيحصل. وبالتالي السنسوري بروسيسنج احنا هنتكلم عن sensations، الأحاسيس المختلفة بتاعت الإنسان. الأحاسيس المختلفة ده هي من الطبيعي أنها تبقى بتشتغل من خلال sensory organs. هنتكلم عن السنسوري organs ده هي وإزاي السنسوري organs ده هي بتدرك الحياة المحيطة بينا وتبعت إشارات للمخ عشان نفهم اللي بيحصل حوالينا ده شكله إيه. أوكي؟ يبقى ده طبيعة المحاضرة اللي احنا موجودين فيها. طيب المحاضرة دي تختلف في إيه عن البرسيبشن والأتنشن ومواضيع السايكولوجي الأخرى اللي موجودة في الكوريكولوم بتاعكم؟ في مواضيع البرسيبشن بنتكلم على عناوين شوية مختلفة. الكلام اللي احنا هنتكلمه اكتر على السنسيشن مش على البرسيبشن. البرسيبشن هو الخلاف اللي بيحصل بين الناس وبعضها في تفسير السنسيشنز اللي بتدخل جوه، ولكن في هذه المحاضره هنتكلم على السنسيشن اللي بيدخل جوه، خلاص ازاي السنسيشن ده بيوصل لغايه المخ جوه. اما المخ هيشتغل معاه ازاي بعد ما دخل وهيدرك منه ايه والفروقات الشخصيه اللي بين الناس وبعضها، هو ده البرسيبشن اللي هيبقى في موضوع الايه البرسيبشن. اما موضوع الاتنشن فالاتنشن بيركز على عمليه الاتنشن فقط وليس ايه اللي هيدخل من خلال الاتنشن داخل الايه داخل المخ. وبالتالي الموضوع بتاعنا قد يكون قريب شويه من البرسيبشن والاتنشن، ولكنه زي ما احنا شايفين تركيزه اكتر على الايه على السنسوري اورجانز وطريقه عملها وطريقه توصيلها للاشارات للايه للمخ. طيب الموضوع ده مطروح اكتر في الفسيولوجي اكتر منه في السايكولوجي، ولكن احنا هنعرف اهميته ايه في السايكولوجي دلوقتي. Why important this topic? This topic is important ان احنا نبقى عارفينه، لان احنا عندنا كثير من الحالات النفسيه اللي احنا بنتعامل معاها وخاصة في الإنشاء السايكاتري اللي لها علاقة بهذا الموضوع، خلاص؟ لازم نبقى عارفين أن السنسيشنز ما هياش all or none phenomena، خلاص؟ فبالتالي لازم نبقى عارفين هي بتشتغل ازاي وازاي أن الأحاسيس بتاعتنا ممكن أن هي تدخل بطرق مختلفة وبدرجات مختلفة فيحصل بعض الايه بعض الانبوت البرين يبقى ايه يبقى مختلف. هنشوف ده واحنا ايه واحنا شغالين يعني ايه سنسيشن هياش فول اوفر. طيب الحاجه الثانيه ان احنا هنتعرض من خلال هذه المحاضره ان احنا نتكلم على حاجه اسمها سنسوري انتجريشن، خلاص؟ سنسوري انتجريشن او اسمه التكامل الحسي. يمكن سمعتوا عن التكامل الحسي وغرف التكامل الحسي اللي موجوده في مراكز التأهيل بتاعت الاطفال، خلاص؟ غرف التكامل الحسي الاساس في الشغل فيها والتدريب فيها الكلام اللي احنا هنتكلمه عن السنسيشنز المختلفه ما هو، وهنجيب سيره حاجات كثيره لها علاقه بالتكامل الحسي ده هو. وطبعا قصه الاحاسيس واللخبطه اللي ممكن تحصل فيها موجوده بكثره in the children with disability، حالات السريبرال بولسي، حالات الاوتيزم،
حالات الديجنريتيف برين بروبلمز، كل دي حالات بيوجد فيها مشاكل في الايه، في الاحاسيس بتاعتنا. خلاص، وبالتالي هذا الموضوع له اهميه، وخاصه للناس اللي هتبقى اون كونتاكت مع التشايلد سايكاتري والاطفال اللي عندهم اوتيزم والاطفال اللي عندهم سريبرا بولسي، وبنعمل لهم تقليل سواء تنميه مهارات او تكامل حسي او غيره. مش كده وبس، يوجد امراض في الاريا بتاعه السنسيشنز، هي زي ما احنا شايفين في حاجه اسمها سنسوري موديليشن ديس اوردر، في حاجه اسمها سنسوري بيز موتور ديس اوردر، في حاجه اسمها سنسوري ديسكريميشن ديس اوردر، ودي كلها امراض خلاص بنشوفها في الايه، في خاصه في الاطفال اللي عندهم ديسابيلتيز. طبعا معظم هذه الاشياء بنشوفها مع التوحد ومع البرفيسيف ديفلوبمنتال ديس اوردر بشكل او باخر، وبنشوفها مع الاطفال بتوع السريبرال بولسي والاطفال البوست ميننجيتيك والاطفال اللي كان عندهم هايدروكيفالس، والهايدروكيفالس مأثر على البرين بتاعهم من هم صغيرين. ففي رينج واسع من حالات الديسابيلتيز في الاطفال اللي بنوجد فيها الديس اوردرز. الديس اوردرز دي هي عباره عن ديس اوردرز وصفيه، انما في الاخير هي امراض نيورولوجي وامراض سايكاتري من الامراض العاديه اللي بتسمعها. على سبيل المثال السنسوري موديوليشن ديس اوردر ده بنشوف فيه سنسوري اوفر ريسبونسبيلتي، بنشوف فيه احاسيس مضخمه اكتر من اللازم، وبتظهر بصور معينه على الطفل زي الطفل اللي عنده توحد بيحصل له كده، او سنسوري اندر ريسبونسبيلتي خلاص احاسيس ضعيفه خلاص، وده برضه بنشوفه عند الاولاد اللي عندهم توحد، او حاجه اسمها سنسوري سيكينج او سنسوري ستيموليشن خلاص ديس اوردر، وده بنشوفه عند الاطفال بتوع المنتال ريتارديشن والاطفال اللي بيبقى عندهم بلايندنس او عندهم ديفنس، بيحاولوا يعملوا ستيميوليشن لنفسهم باشكال مختلفه. فمعظم هذه الامراض زي ما بنقول هنشوفها في الرينج بتاع الديسابيلتيز بتاعت الاطفال، وبالتالي اللي هيشتغل في تشايلد سايكاتري واللي هيشتغل في مراكز التاهيل هيقدر ان هو ايه يشوف كل هذه الايه، كل هذه الاشياء. واللي يحب ان هو يعني يشوف غرف التكامل الحسي وازاي بنشتغل مع الاطفال في غرف التكامل الحسي، كانه ممكن يتواصل معايا، علما باني يعني انا ما بشتغلش تشايلد سايكاتري، ولكن انا مشرف اداريا على 8 فروع عندنا فيهم 8 غرف تكامل حسي، وبالتالي انا اقدر ان انا ايه ابعتكم للابات المختلفه تاخدوا تدريب على قصه التكامل الحسي اللي هو، وتشوفوا الوضع شكله ايه داخل هذه الغرف. ولكن طبعا بعد ما تبقوا ذاكرتوا التوحد وبعد ما تبقوا ايه يعني انفولد في الحالات بشكل او باخر. زي ما احنا بنقول السنسوري انتجريشن ده معناه ايه؟ معناه انه ازاي المخ بيعمل انتجريشن للسنسيشن الفيجوال، للسنسيشنز الاوديتوري، للسنسيشن بتاعت التيست، للسنسيشن بتاعت السميل، السنسيشن بتاعت التاتش، البالانس التوازن، البودي بوزيشن، التاكتايل سنسيشن بشكل او باخر سواء ديب سنسوري او سوبرفيشال سنسوري، والاحاسيس بتاعت البين والتمبريتشر، وكل الحاجات اللي احنا بناخدها في السنسور تراكس في النيورولوجي. سنسور انتجريشن معناه ان المخ يدرك كل ده بالدرجه الكافيه، مش اكتر ومش اقل، ويدرك الامور مع بعضها. خلاص، وده الخلل اللي بيبقى موجود زي ما بنقول عند اطفال كثيره عندهم ديسابيلتيز مولودين بيها زي الاوتيزم وزي السريبرال بولسي وزي الهايبرتيفالس وزي البوست مننجيتيك سيكولي وكثير من الديجنريتيف بروبلمز اللي بنشوفها في الاطفال الصغيرين سواء نيورولوجي سواء سايكاتري. طيب السنسوري بروسيسنج او السنسوري انتجريشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن البروسيس بتاعه السنسيشن كامله من اول ما طلع الاستيمولس لغايه لما جه على السنسوري اورجان، والسنسوري اورجان بيحوله ازاي لكود، الكود ده بيوصل للمخ. هو ده اللي احنا بنسميه سنسوري بروسيسنج. البرسبشن بيبدا بعد ما وصل للمخ، المخ بيعمل انتربريتيشن ازاي للحاجه ده هنا. خلاص، انما السنسوري بروسيسنج هو من اول الاستيمولس
لغايه وصوله للبرايمري كورتكس او للبرايمري سنسوري اريا في الايفل كورتكس. اوكي، ده المقصود بكلمه سنسوري بروسيسنج. طيب هندي فكره سريعه، طبعا زي ما بنقول الموضوع صعب شويه، ولكن انا هديكم السلايدز وهديكم شابتر من كتاب بتاع سايكولوجي. خلاص، اللي حابب يستزيد يقرا من الشابتر، اللي حابب يختصر ياخد من جوه الايه السلايدز. اول حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم على لايت. لايت از ا فيجوال ستيمولس، الضوء. الضوء خلاص ضروري جدا للايه للرؤيه، لا يمكن نشوف من غير ضوء. خلاص في الضلمه ما بنشوفش حاجه، وبالتالي فيجن ديبندز اون لايت. ايه هو اللايت؟ اللايت هو الكترومغنيتيك راديشن، نوع من انواع الموجات الكهرومغناطيسيه اللي بتتحرك في الايه، بتتحرك في الهواء. خلاص، وبيوصل لنا بالايه، بعين الانسان، ومنها يدخل على الايه، يدخل على المخ. ناخد بالنا ان اللايت هو جزء من الراديشن اللي بتجيلنا من الايه، من مصادر الضوء. لو قلنا مثلا الشمس، فانه الشمس بتطلع راديشن كتيره قوي، جزء منها هو اللايت اللي احنا بنشوفه، ولكن في راديشنز اخرى ليها سبيكترم واسع بتطلع من الشمس. على سبيل المثال الالترا فايلت والانترا ريد، وموجات كثيره او اشعاعات كثيره طالعه من ايه، طالعه من الشمس. هذه الاشعاعات الكثيره اللي موجوده في السبيكترم ده قد يكون لها علاقه باشياء كثيره اخرى، لها علاقه بالسوبر بلازماتيك نوكليس، ولها علاقه بالديبريشن، ولها علاقه بالتغير اللي بيحصل في مزاج الناس في تغير الفصول، فلها علاقه بحاجات كثيره قوي في السكن. ولكن احنا بنتكلم على انه اللايت هو جزء من السبيكترم اللي ايه، بتاع الاشعه اللي طالعه من الشمس. اوكي؟ اوكي. طيب اللايت ده هو له سرعه، ومخ الانسان بيقدر ان هو يحدد اللايت ده هو بيجي من فين، يحدد مكانه يعني. خلاص، طيب سرعه الضوء بيبقى 300,000 كيلومتر في الثانيه، ودي اعلى سرعه ممكنه موجوده على وجه الايه، على وجه الارض، 300,000 كيلومتر في الثانيه الواحده. خلاص، وده معناه انه اللايت ترانسميشن از انستانتينيوس، يعني بيحصل في نفس اللحظه، نفس اللحظه اللي بيجي فيها شعاع الضوء من لندن او من الشمس او من اي حاجه، بيوصل في لحظتها وفي ثانيتها للايه، للانسان اللي هو بيشوف هذا الايه، هذا الشيء. ده معناه انه الضوء يقدر ان هو يتحرك بسرعه شديده للغايه من مصدره لغايه الايه، لغايه عين الانسان. خلاص، فاللايت ترانسميشن از انستانتينيوس، ما بياخدش اي وقت، ده immediately على طول. خلاص، ولان الضوء بيوصل في نفس اللحظه اللي هو بيطلع فيها، فبيكون الانسان ما يقدرش ان هو يحسب difference in arrival time. يعني ايه؟ يعني الانسان ما يقدرش يحسب الضوء وصل لعينه اليمين الاول ولا وصل لعينه الشمال الاول. وبالتالي تمام، ليه؟ لان الضوء بيوصل في نفس اللحظه لكل حته، مجرد ما الضوء ما تيجي بيوصل للمخ، والمخ بيشوفه كله بالعينين الاثنين في نفس الوقت. فبالتالي الارايفال تايم ده ما بنقدرش ان احنا نحسبه نتيجه السرعه الشديده بتاعت الايه، بتاعت الضوء. عكس الاوديتوري ستيمولس، الاوديتوري ستيمولس الارايفال تايم للودن اليمين وللودن الشمال بيبقى فيه فرق 1 ملي سكند، والمخ يقدر ان هو يحسب ده، يقدر يعرف انه الاستيمولس وصل للودن الشمال الاول قبل ما يوصل للودن اليمين، وبالتالي يعرف انه الضوء جاي من الناحيه الايه، انه الصوت جاي من الناحيه الشمال. انما الضوء زي ما نقول بيوصل للعينين مع بعضهم في نفس الايه، في نفس اللحظه. خلاص، وطبعا لا يوجد بايولوجيكال سيستم يقدر ان هو يتعامل مع الضوء اللي هو بيتحرك بسرعه 300,000 كيلومتر في الثانيه الواحده، ويقدر انه يحسب فرق الوصول للعين دي من العين دي. البيولوجيكال سيستم بتاعنا ما يقدرش يعمل كده.
طبعا احنا بنتكلم على البيولوجيكال سيستم بتاع الايه، بتاع الانسان، النيورونز بتاعته والكوندكشن فيها ما تعرفش تعمل كده خلاص. انما في الاوديتور ستيمولاي تقدر، لان سرعه الصوت زي ما هنشوف بعد شويه هتبقى اقل. طيب من خصائص الضوء ان الضوء ترافل ان ستريت لاينز، بيمشي في خطوط مستقيمه خلاص. ناخد بالنا الصوت لا، الصوت ما بيمشيش بخطوط مستقيمه الاشعه الصوتيه، انما الاشعه الضوئيه بتمشي في ستريت لاينز. مشيتها في ستريت لاينز ده هو بيخلي انه لو في شعاعين جايين من مصدرين خلاص يوصلوا للريتنا بتاعت الانسان، وبيوصلوا لنقطتين في الريتنا بتاعت الانسان، فالانسان يقدر يستقبل الحاجتين ويقدر ان هو تمام يشوف فرق بين الحاجتين دول وبعضهم خلاص. يبقى صحيح احنا ما بنقدرش نعرف الارايفال تايم والفرق بين العين اليمين والعين الشمال، ولكن زي ما بنقول نظرا ان الضوء بيمشي في ستريت لاينز، فهو لو عندنا شعاعين من الضوء فان الشعاعين من الضوء بيوصلوا لنقطتين مختلفين عن بعض في الريتنا، فاحنا بنقدر ان احنا نستقبلهم انهم حاجتين مختلفين عن بعض، ما هماش حاجه واحده خلاص. وبالتالي في نوع من انواع الهاي اكيوتي والدايركشنال سنسيتيفيتي خلاص، في حساسيه شديده وفي دقه شديده من خلال ان الضوء بيمشي في ستريت لاينز اوكي. من غير خاصيه ان الضوء بيمشي في ستريت لاينز، ومن غير خاصيه ان الاشعه المختلفه بتقع على نقاط مختلفه في الريتنا، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ان احنا واحنا بنقرا السطور ده هي كل حرف بنقراه هيتلخبط مع الحرف اللي جنبه. احنا اللي بيساعدنا ان احنا نقرا هو ان احنا شايفين كلمه لايت ال لوحدها والاي لوحدها والجي لوحدها والاتش لوحدها والتي لوحدها. خمس حروف كل حرف منهم عامل شعاع، والشعاع ده واقع على حته مختلفه جوه الريتنا. هنشوفها حروف جنب بعضها نقدر ان احنا نقراها. لو الخاصيه بتاعت ان الضوء ما بيمشيش في ستريت لاينز دي، لو الخاصيه دي مش موجوده، الكلمه دي هتسيح على بعضها، ونشوف الاي مربوطه محطوطه على الاي على الشي على الاتش، ما نعرفش نقرا الكلمه. خلاص؟ يبقى خاصيه ان الضوء بيمشي في ستريت لاينز خاصيه مهمه، وخاصيه ان كل شعاع يقع على نقطه مختلفه في الريتنا خاصيه مهمه بتمكننا ان احنا نقرا وان احنا نشوف الاشياء مختلفه عن بعضها. طيب بالنسبه للالوان، الانسان بيقدر يستقبل الالوان ازاي؟ المفروض ان الضوء لما بيقع على سوليد اوبجكت، يعني لما الضوء يجي على حيطه او يجي على اي حاجه، اما ان هو يبقى ريفلكتد اما يبقى ابسورب، يعني الاشعه الضوئيه ده هي او شعاع الضوء هيجي على اي شيء، يا اما هينعكس من عليه يا اما هيمتص داخله. لو امتص داخله الحاجه ده هي تبان لونها اسود، يبقى احنا بنستقبل اللون الاسود من خلال انه الحاجه عملت ابسوربشن للضوء خلاص. ويبقى اي حاجه لونها اسود تمام هتمتص الضوء ومش هتعكس منه حاجه، وبالتالي احنا بنشوفها على لونها الاسود ده هو. طيب لو الحاجه ده هي لونها ابيض فبتعمل ريفليكشن لللايت، هتعكس الضوء مره اخرى، فبالتالي بنشوفه لونه ايه؟ لونه ابيض. وطبعا في حته هتيجي قدام تكمله بقصه الكالر سنسيشن ده خلاص. والانترميديت ليفل بتاع الريفليكتنس، يعني بقيه الالوان خلاص، بتبقى درجات متفاوته من الايه؟ من الريفليكتنس خلاص، بين الابيض وبين الايه؟ وبين الاسود ده هو. وبالتالي اي شكل في يعني اي حاجه فيها الوان مختلفه خلاص، لما بيقع عليها الضوء بتعمل ريفليكشن لديفرنت ويف لينسز، يعني الريفليكشن اللي هيحصل منها مش كله زي بعضه، حته هتطلع ريفليكشن قوي، حته هتطلع ريفليكشن بسيط، حته هتطلع ريفليكشن نص ونص. فالديفرنس في الريفليكشن ده بيعمل ديفرنس في الويف لينس بتاع الموجات اللي طالعه واللي هتوصل للعين.
والديفرنت الويف لينس ده هيخلي العين تشوف بشكل مختلف زي ما هنشوف بعد شويه. خلاص؟ طبعا احنا ربنا سبحانه وتعالى برمج ادمغتنا ان وي هاف ذا ابيليتي تو ديستنجويش بين اماونتس اوف ديفرنت ويف لينسز. يعني احنا بنقدر نفرق بين طول الموجات وبعضها، وده بنشوفه على هيئه زي ما بنقول الوان مختلفه. يبقى الالوان لها علاقه بالويف لينس ولها علاقه بالريفليكشن من على الايه؟ من على الحائط او الشكل اللي احنا بنشوفه. هنا تعريف لكلمه ريفليكتنس مقصود بيها ايه؟ وكلمه لومينانس مقصود بيها ايه؟ خلاص الريفليكشن او الريفليكتنس ده هو الايه؟ الويف لينس ريفليكتد من السيرفس. خلاص لما الضوء بيقع على اي حاجه تمام؟ الريفليكشن ده قد ايه؟ الريفليكشن ده له درجه وله ويف لينسز مختلفه. خلاص وهو ده اللي بيطلق عليه كلمه ريفليكتنس ده، واللي هي بتحدد الكالر بيرسبشن اللي احنا هنعمله. اللومينانس اللي هي شده الاستضاءه ده بيبقى الانتنسيتي اوف لايت. خلاص وطبعا الفيجوال سيستم بتاعنا بيقدر ان هو يلقط الاضاءه في درجات معينه، يعني ايه؟ لو الاضاءه قلت قوي عن كده مش هيشوفها، ولو الاضاءه عليت قوي عن كده الانسان كانه مش شايف. بالظبط لما ضوء قوي بيضرب في عين الانسان، الانسان كانه مش شايف حاجه. لو اتكلمنا عن الساوند، الصوت ان كومباريزون للضوء اللي احنا اتكلمنا عنه، الساوند هو نوع من انواع الفيزيكال انرجي، والفيزيكال انرجي بتاعت الساوند ميكانيكال. خلاص الساوند يعني لما بيصدر صوت من اي حد، الصوت ده بيعمل ايه؟ بيخلي الاير مولكيولز نيكست تو ذيم فايبريت، يعمل فايبريشن في الهواء. خلاص؟ وفي البارتكلز الموجوده في الهواء. الفايبريشن ده هي بيبقى ليها فريكونسي معينه. خلاص؟ والفايبريشن ده هي اللي حصلت في الهواء اللي قدام مصدر الصوت، سواء الواحد بيتكلم من بقه فبيطلع يعمل فايبريشن في الهواء قدامه. الفايبريشن ده بيبقى ترانسميتد، المولكيولز بتاعت الهواء تمام بتسمع في بعضها وبالتالي تعمل ويفز، الويفز ده هي بتتحرك لغايه لما توصل لوداننا تنسمعها. خلاص؟ وبالتالي الانسان يقدر ان هو يسمع الايه؟ يسمع الصوت من خلال الفايبريشن اللي بيحصل ومن خلال الترانسميشن اللي بيحصل في الايه؟ في الهواء. خلاص؟ طبعا الدقه بتاعه ان احنا نسمع الصوت ونحدد مصدره خلاص بتبقى مختلفه شويه عن قصه الايه؟ عن قصه الضوء. خلاص زي ما بنقول ان احنا هنا هو الساوند رادس تو ذا اير بيعمل بريشر، والبريشر ده هو ممكن ان هو يتغير في الفريكونسي بتاعه، وده بيساعدنا على عمليه البرسبشن. من ضمن الخصائص بتاعه الصوت ان الصوت بيبقى ليه تردد، ليه فريكونسي، والانسان مظبوطه ودانه ان هو يسمع من 30 هرتز ل 12 كيلو هرتز. لو حاجه اقل من 30 ما بيسمعهاش، ولو حاجه اكثر من 12 كيلو هرتز ما بيسمعهاش. خلاص؟ وكل ما كان الفريكونسي بتاع التردد بتاع الصوت اعلى، كل ما كان البيتش اللي احنا بنسمعها اعلى. خلاص؟ يبقى دي كلها خصائص للايه؟ خصائص للصوت. اوكي. الصوت بيمشي بسرعه 300 متر في الثانيه. احنا قلنا الضوء 300,000 كيلومتر في الثانيه، 300,000 هنا 300 متر بس في الثانيه، طبعا فرق ضخم جدا بين 300 متر و 300,000 كيلومتر في ايه؟ في الثانيه. فبالتالي الصوت عنده درجه من درجات البطء اللي تخلينا ان احنا نقدر نعمل له بروسيسنج، ونقدر ان احنا نفرق بين الصوت جاي في الودن اليمين وصل الاول، ولا جاي في الودن اليمين وصل ايه؟ وصل الاول. الودن اللي بيوصل فيها الاول يبقى هو جاي من الناحيه ايه؟ من الناحيه بتاعتها. خلاص؟ والفرق بين الودنين في السنسيشن بتاع الساوند بيبقى 1 مللي سكند، ومع ذلك مخ الانسان بيقدر انه يحس ال 1 مللي سكند فرق ده هو. خلاص؟ طبعا لما بيوصل الصوت
لودن الانسان، ودن الانسان بتستطيع انها تعمل له ايه؟ تعمل له كودينج وتمشي في النيورون بتاعت الاكوستيك نيرف زي ما هنشوف بعد شويه. اوكي؟ الصوت لما بيقع على سيرفيس بيعمل ايكو، خلاص؟ والايكو ده هو ممكن ان هو الايكو ده اللي هو الريفليكشن، ان هو هيحصل ان الموجات الصوتيه دي لما تخبط في الجدران او لما تخبط في شخص واقف او لما تخبط في اي حاجه موجوده في الفراغ خلاص بترتد منه. الايكو اللي بيرتد ده هو تمام، بعض الكائنات بتقدر انها تستقبل الايكو ده هو خلاص. والبشر الناس البلايند تحديدا بيقدروا يعملوا كده، يعني الناس البلايند بيبقى عندهم ويل ديفلوبمنت لقصه البرسبشن اوف ايكو ده، بمعنى ان ممكن هو موجود في مكان وعينه مش شايف بيها نهائي بيقدر ان هو يعرف انه في حيطه على بعد 2 متر منه، انه في حد موجود في الاوضه على بعد قد كذا منه. من ايه؟ من قصه الايكو. خلاص الاصوات العاديه اللي جايه من بره واللي جايه مش عارفين بيحصل لها ريفليكشن من هذه الايه؟ من هذه الاشياء. خلاص؟ وطبعا الملكه بتاعت الايكو والريفليكشن بتاعه والبرسبشن بتاعه بتبقى قويه جدا عند بعض الحيوانات الايه؟ زي مثلا الخفاش وزي بعض الحيوانات الاخرى. ولكن عند البلايند بيبول بيبقى عندهم ويل ديفلوبمنت لده. طبعا بروفايدد انه مخه سليم، يعني بروفايدد انه هو ما عندوش بقى سيريبرال بولسي، ما عندوش يعني مرض بيأثر على المخ بشكل كامل، وارد انه هو تو ديفلوب قصه الايه؟ الايكو ده هو، ويقدر انه هو يعمل مور بيرسبشن خلاص بالرغم انه عينه مش شايف فيها حاجه. الصوت له اهميه اكثر من النظر. ايه بقى الاهميه بتاعت الصوت اكثر من الايه؟ اكثر من النظر او الضوء؟ ان الصوت بنستعمله في الكوميونيكيشن. خلاص كل اللانجوج بتاعتنا وبتاعت كل العالم عباره عن لانجوج صوتيه. خلاص وبالتالي الصوت اللي بيستعمل في الكوميونيكيشن ده حاجه مهمه جدا. والصوت كونه ان هو يعني بينتقل من خلال التليفونات وبينتقل من خلال وسائل التواصل كلها الحديثه، ده بيسهل عمليه الايه؟ الكوميونيكيشن. خلاص وبالتالي وطبعا كان التطور الاول في العالم في عمليه الكوميونيكيشن هو انتقال الصوت من خلال الراديو. خلاص وقبل حتى التلفزيون ما يكون طلع وقبل ما تبدا تنتقل الايه؟ الصوره. وبالتالي الصوت له اهميه مهمه في حته الايه؟ في حته الكوميونيكيشن وفي حته التواصل من على بعد. طيب اتكلمنا على الضوء واتكلمنا على الصوت، هنتكلم على التيست اند سميل. التيست اند سميل بيسموهم كيميكال سينسز. سينسز كيميائيه. يعني ايه كيميائيه؟ يعني لازم دايركت كونتاكت بين الماتيريال اللي احنا هنشمها او نتذوقها وبين السنسوري اورجان اللي موجود عند الانسان، سواء لسانه تمام، سواء الايه؟ الانف عنده. وبالتالي بيطلق عليهم كيميكال سينسز لان بيحصل تفاعل مع الاستيمولس كيميائي وبيحصل بروكسيميتي، يعني لازم الاستيمولس يبقى قريب ان هو تيجي المولوكيول بتاع الاستيمولس دوت يجي في النوز او يجي على اللسان. خلاص غير الضوء اللي هو بيجيب لي الصوره من بعيد او الصوت بيجيني من بعيد من غير بروكسيميتي ومن غير دايركت كونتاكت مع السنسوري اوردر. خلاص البيولوجيكال سيستم بتاعنا له الابيليتي تو ديتكت المولوكيولز اللي موجوده في الاكل المختلف وبيعمل ديتكشن للمولوكيولز دي من خلال الشم ومن خلال الايه؟ التذوق. سواء بنشم وبنتذوق الحاجات الموجوده في الاكل او في الشرب او حتى نشم بعض الانيمالز ممكن تشم روائح حيوانات اخرى، يعرف ان في حد تاني موجود، يعرف ان في كلب تاني موجود في المنطقه، يعرف انه في اكل في مكان قريب من خلال حاسه الشم اللي بتحصل عند بعض الحيوانات. انما بالنسبه للانسان حاسه الشم وحاسه التذوق عنده موجوده وبرضه ويل ديفلوب ولكنها مش قويه قوي زي مثلا الكلاب وزي بعض الانيمالز اللي بتشم
بين على مسافات ضخمة بشكل كبير. أوكي؟ التيست أند سميل كأحاسيس فيها فروقات عن اللايت والساوند. من الحاجات المهمة هي إن في بيبقى دايركت كونتاكت، يبقى فيه بروكسيميتي، لازم تبقى قريبه عشان الواحد يحس بالطعم او يحس بالايه بالريحه. ولازم يبقى فيه ريزيستنس، يعني لازم الريحه تبقى موجوده شويه وبتقعد شويه بعد ما اشمها، اقعد شممها شويه، مش مجرد ستيمولس وبيختفي زي اللايت ما مجرد شعاع ضوء وبينتهي، انما لا الريحه تقعد موجوده خلاص والتذوق يقعد موجود شويه. اوكي. وطبعا الروائح ممكن تبقى ليس ديفلوبد عند الانسان، ولكن ناخد بالنا ان الروائح اقل ديفلوبد من التيست. التيست احنا عندنا ويل ديفلوبد سنس اوف ايه سنس اوف تيست، انما السميل ممكن يبقى ليس ديفلوبد شويه. وطبعا الاثنين مرتبطين بميموري. يعني ايه؟ يعني كل ريحه احنا بنشمها بنسجلها في ميموري، وبنقول دي ريحه كذا، ريحه ملوخيه، ريحه مش عارف مين. بقدر ان انا ايه من فين ما اشم ريحه ملوخيه اقارنها بالميموري اللي هي موجوده جوه. نفس الوضع بالنسبه للتيست، الطعم اللي انا بحسه بقدر ان انا اخزنه من خلال ايه؟ من خلال ميموري. وقلنا انه سواء السميل سواء التيست الاثنين بيحتاجوا انه ايه؟ انه يبقى في دايركت كونتاكت بين المولوكيول اللي انا بشمه او اتذوقه وبين السنسوري اورجان اللي هو النوز او الايه او اللسان. بيبقى فيه فيزيكال كونتاكت، بيبقى فيه كلوز بروكسيميتي، وبيبقى فيه بيرزيستنس بيستمر شويه. يبقى دي خصائص للتيست والسمل. طيب في بقى حاجه اسمها سوماتو سينسز اللي هي الاحاسيس الجسمانيه. خلاص الاحاسيس الجسمانيه ده هي من اول التاتش، خلاص التاتش، البين، الديب سنسيشنز، السنس اوف بوزيشن، السنس اوف موفمنت، السنس اوف بريشر، تمبريتشر. هنا ما بنقسمهاش زي الفسيولوجي ما بنقسمها، يعني في السلايد ده مذكوره ولكن مش مذكوره زي ما متقسمه في النيورولوجي او متقسمه في الفسيولوجي، ولكن احنا عارفين ان في حاجه اسمها سوبرفيشال سنسيشن وفي حاجه اسمها ديب سنسيشن. السوبرفيشال سنسيشن بيدخل فيها التمبريتشر وبيدخل فيها الايه التاتش وممكن يدخل فيها الديب. الديب سنسيشن بيبقى السنس اوف بريشر، السنس اوف بوزيشن، السنس اوف موفمنت، الفايبريشن. خلاص كل دي احاسيس موجوده ايه؟ موجوده داخليه شويه خلاص، وليها ريسبتورز خاصه بيها. فدي كلها على بعضها اسمها سوماتيك سينسز، ودي برضه وسائل لادراك البيئه المحيطه بيه. طيب طبعا ناخد بالنا الانسان عنده حاسه التاتش او اللمس حاسه متطوره للغايه، وحاسه التاتش ده هي وبالذات التاتش بالفينجرز يعني بصوابع اليد الانسان بيستعملها فور اكتف اكسبلوريشن. الانسان ممكن يغمض عينه ويمسك في ايده مثلا حته قماشه ويقدر من خلال طراطيف صوابعه يوصف القماشه دي ملمسها ناعم ولا خشن، القماشه دي سميكه ولا رفيعه، القماشه ده هي تمام ملمسها بالظبط شكل ايه؟ محببه؟ لا فيها دواير عليها، فيها حتت جارزه. خلاص كل ده بيقدر يوصفه بمجرد انه يلمس هذه القماشه. وبالتالي الانسان بيقدر يعمل اكتف اكسبلوريشن للانفايرمنت من حواليه من خلال صوابع ايديه بحته الايه؟ التاتش والفاين تاتش اللي بيبقى موجود فيها ده هو. وطبعا احنا كلنا يبقى احنا بنتكلم على exploring through touch، بنتكلم على ازاي بنبرك الدنيا من حوالينا من خلال الايه التاتش سنسيشن. وقلنا انه الصوابع بتاعه اليد بيبقى ليها هاي برزنتيشن او حته كبيره برزنتيشن في السريبرال كورتكس، وده بيخلي ان الانسان يقدر من خلال صوابعه يفرق بين اشياء كثيره وبعضها. يعني ممكن مجرد صابع واحد احطه على الحاجه اعرف هي سخنه، هي بارده، هي محببه، هي ناعمه، تمام؟ السمك بتاعها كتير، السمك بتاعها قليل. نقدر ان احنا من خلال التاتش ده هو ناخد a lot of information من خلال الايه ده هو. وبالتالي التاتش هو وسيله for exploration of life. خلاص؟
وبرضه التاتش بيبقى فيه حاجه اسمها تاكتايل ميموري، يعني الحاجه اللي ممكن ان انا ادركها بالتاتش ممكن تبقى ليها ميموري خاصه بيها. يبقى ده التاتش واهميه التاتش وفكره الهاي برزنتيشن بتاعه اللي موجوده في البرين وازاي بنعمل بيه اكسبلوريشن للحياه من حوالينا. البين اند ديسكمفورت، الانسان بيحس البين والديسكمفورت والحراره وبيقدر يحس احاسيس مختلفه وبالذات الاحاسيس بتاعت التمبريتشر وبتاعت البين، والواحد يقدر يحس لو عنده ابريشن على السكن، لو عنده حته من الجلد بتاعه بتوجعه، لو عنده الكتريك شوك حسها، كل ده هو الانسان بيقدر يحسه، وكل ده بيدي انذارات للانسان انه يحذر من الايه، يحذر من الخطر او يدور يشوف ايه الحاجه اللي وجعته او ايه الحاجه اللي لسعته او ايه الحاجه اللي حسها سخنه او اللي حسها بارده. وبالتالي جزء مهم جدا من تعاملنا مع الانفايرمنت الموجوده حوالينا ان احنا يبقى عندنا انتكت سنس اوف بين وسنس اوف تمبريتشر ونقدر ندرك هذه الاشياء. وده المشكله بتاعه مثلا بعض الاطفال اللي عندهم التوحد، يبقى ما عندوش ده، مش مدرك لده، هو ما بيحسش بالحراره زي ما احنا ما بنحس، ما بيحسش بالبين زي ما احنا ما بنحس، ما بيحسش بالابريشن والروس الكيميكالز لو جت على الجلد بتاعه. وبالتالي تلاقي كتير منهم عندهم سيلف ميوتيليشن، بيقطعوا في نفسهم وبيخبطوا في نفسهم وبيكسر في الازاز وبيتعور وما بيحسش بهذا الشيء نتيجه الابنورمالتي اللي موجوده عندهم في الحته بتاعت الايه؟ بتاعت السنس اوف تمبريتشر والسنس اوف بين. اوكي، وده بيبقى مهم جدا لان دي warning signals في معظم الاحوال بتخلي الانسان يحذر وبتخلي الانسان ياخد باله من نفسه. طيب نتكلم بقى على السنسوري اورجنز نفسها، يعني احنا بعد ما اتكلمنا على بشكل عام على المصادر الخارجيه بتاعه السنسيشنز خلاص، سواء الضوء سواء السمع او الموجات الصوتيه، نتكلم على السنسوري اورجنز نفسها. السنسوري اورجانز نفسها خلاص ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا سنسوري اورجانز متطوره للغايه تملك من الوسائل الكثير انها تدرك هذه الحياه اللي موجوده من حوالينا. السنسوري اورجان دورها ليها دورين، الدور الاولاني اسمه كابتشر، تقدر تلقط السنسيشن من الانفايرمنت الخارجي، بتاخد الايه؟ بتدخل السنسيشن يدخل عند السنسوري اورجن خلاص، وبالتالي في فتحه للانف تقدر انه تدخل الايه؟ تدخل السميلينج سنسيشن، وفي الفم علشان خاطر التست سنسيشن، والعينين عشان الفيجوال سنسيشن، والاير عشان خاطر الايه؟ الساوند سنسيشن، والنيرف اندنج اللي موجوده في الجلد وموجوده في العضلات عشان تدخل السوماتو سنسوري سنسيشن. وبالتالي دور السنسوري اورجن نمره واحد تو كابتشر، يلقط الصوره. ده نمرة واحد. نمرة اتنين to change الصورة ده هي بكود يوصل للمخ. يعني ايه؟ ان انا احول الحاجة اللي جات لي من برة ده هي الى كود. الكود ده في منتهى البساطة اسمه action potential. احنا كلنا عارفين وخدنا الاكشن potential في الفسيولوجي وعارفين انه السيل ميمبرين بيبقى له resting state. الريستنج ستيت بتاع السيل ميمبرين خلاص بيبقى ماينس 70. ماينس ايه؟ ماينس 70 خلاص، ماينس 70 ملي فولت. طيب لما الميمبرين بوتنشال اللي هو يزيد يوصل ب 55، ماينس 55، طبعا احنا بنقول لان هو بالماينس فلما بيقل معناه انه زاد خلاص، فلما يوصل من 70 ل 55 ماينس 55 يبدا يطلع حاجه اسمها اكشن بوتنشال. ايه الاكشن بوتنشال؟ اللي هو عباره عن ويف بيحصل لها بروباجيشن، كهرباء تتحرك على السيل ميمبرين ده هو. فالكلام ده هو لما بيحصل في النيورون، فانه النيورون بتبقى ستيموليتد لو وصلت للناقص 55، وتبدا الكهرباء تمشي من السيل بودي فوق، تمشي في الاكسون بتاعها لغايه ايه؟ لغايه السينابس. واحنا عارفين انه بعض النيورونز مثلا النيورونز اللي موجوده في البرين ستيم
ممكن توصل لغايه تمام يعني رجل الانسان، يعني بعض النيورونز في جسم الانسان ممكن يبقى طولها متر ونص ومترين وحاجات بالشكل ده. خلاص؟ لان يعني بيبقى اكسون واحد، سيل بودي موجوده جوه، خلاص؟ واكسون طويل بيمشي فيه الاكشن بوتنشال اللي احنا بنقول عليه. وبالتالي السنسوري اورجان بيبقى وظيفته تو كابتشر الايه الصوره ثم تو تشينج ات انتو كود، الكود ده البرين ممكن انا هو يشوف. الكود ده كله اكشن بوتنشال، يعني العين هتدخل اكشن بوتنشال، الودن بتدخل اكشن بوتنشال، السنيلنج والتيست بيدخل اكشن بوتنشال، كل الريسبتورز اللي هي بتاعت السوماتيك سنسيشن كلها بتدخل اكشن بوتنشال. اوكي؟ عمليه تحويل الحاجه اللي جايه من بره الى اكشن بوتنشال بنسميها ترانسدكشن. ترانسدكشن عمليه تحويل، بحول الاستيمولس اللي جايين بشكل معين، جايين ميكانيكال استيمولس مثلا من بره او ويف لينس معينه سواء في الضوء سواء في السمع، بنحولها الى ايه؟ الى كهرباء. ويف كهربائيه بتتحرك او ويف كيميائيه. احنا عارفين انه احيانا بيغرز نيورو ترانسميتر، والنيورو ترانسميتر ده هو بيبقى كيميكال كوندكشن. في الاخير كان السنسور اورجان بتشتغل كانها ترانس، كانها محول، بالظبط زي الشاحن بتاع الموبايل. الشاحن الموبايلات بتبقى عايزه تمام 9 ملي فولت، ما بتاخدش اكتر من 9 فولت فقط لا غير. الكهرباء الموجوده في الحيطه 220، ما اقدرش احطها في الحيطه على طول، ده انا عشان اخد من الكهرباء ده هي لازم اجيب محول. خلاص الشاحن ده بيبقى فيه القدره على التحويل، بيحول ال 220 بيديني 9 فولت فقط لا غير. نفس الوقت كل السنسوري اورجن كده بتحول لي الاستيمولاي اللي جايه من بره بعد ما عملت لها كابتشر، بتحولها الى تمام اكشن بوتنشال يقدر المخ يدركه ويفهم معناه شكله. ودي عمليه الترانسدكشن اللي احنا بنقول ايه عليها. طيب يبقى الترانسدكشن ما هو الا اكشن بوتنشال هيمشي في الايه؟ هيمشي في النيرف خلاص من اوله لاخره. وطبعا احيانا احنا عارفين ان الكوندكشن بتاعنا في المخ ممكن يبقى بيتكون من 2 نيورون او 3 نيورون ماشي في الرينج ده، يعني اي سنسيشن جايين من بره غالبا بيطلع في من السنسوري اورجان في نيرف، والنيرف ده هو بيوصل لي يبقى بيعمل ريلاي في البرين ستيم، ثم يطلع من البرين ستيم نيورون ثانيه توصل للايه؟ توصل للمخ. فعاده بيبقى ايه؟ بيبقى 2 نيورونز، واحيانا يبقى 3 نيورون مش اكتر من كده. خلاص؟ يبقى كل عمليه الترانسدكشن ده هي بتتم من خلال تحويل الاستيمولس اللي جاي من بره لغايه لما يبقى اكشن بوتنشال يمشي في الايه؟ يمشي في النيورونز اللي جوه المسار البصري او المسار الاوديتوري او المسار بتاع الايه؟ بتاع السنسيشنز العاديه اللي جايه من انحاء الجسم المختلف. يبقى ده عمليه الايه؟ ترانسدكشن. طيب بالنسبه للرؤيه، نتكلم على السنسوري اورجان او بنتكلم على الايه؟ على العين. احنا عارفين خلاص اتفقنا ان اللايت بيمشي في ستريت لاينز، دي خدناها قبل كده، والعينين ليها الابيلتي انها تعرف الضوء، تلقط الضوء وتحدد الضوء ده لو جاي من اكتر من مكان نقدر نلقط الاماكن المختلفه دهية. والضوء ده هو بيقع في العين على حاجه اسمها الروز اند كونز في الريتنا، خلاص؟ وهم دول الريسبتورز اللي مسؤوله عن انه تحول الضوء اللي جاي ده هو من موجات ضوئيه الى تمام الاكشن بوتنشال اللي احنا قلنا عنه في الاستراكشر بتاع الريسبتور اللي هي اسمها رودز اند كونز. طيب يبقى في العين مهم جدا ان احنا نعرف ايه هي الرودز وايه هي الكونز، ايه هو الاوبتيك نير، ايه هو الريسبتور فيلد، ايه هو الفوبيا، ايه هي السكابيك اي مون. الرودز والكونز دي الريسبتورز الموجوده في الريتنا واللي مسؤوله عن تحويل الاستيميوليشن اللي هيجي من بره الى ايه؟ الى فيجوال ستيمولس او اكشن بوتنشال يمشي في الاوبتيك نير. الاوبتيك نير بياخد من الرودز والكونز وبيوصل للايه؟
من خلال الاوبتيك تراك والاوبتيك كيازما يوصل لغايه الايه الفيجوال كورتكس. خلاص كلمه ريسبتيف فيلد، الريسبتيف فيلد دوت انه كل ده معناه انه الانسان لما بيبص قدامه بيبقى ده اسمه فيلد اوف فيجن. الانسان طبعا ما بيشوفش وراه، بيشوف قدامه فقط لا غير، وبيشوف قدامه فيلد واسع. الفيلد الواسع ده هو كمان بنسميه الريسبتيف فيلد اللي موجود قدامه. والفيلد ده هو طبعا احنا عارفين انه احيانا بعض الامراض بتقلل الفيلد، ممكن الانسان ما يشوفش قوي اللي موجود على يمينه، ما يشوفش قوي اللي موجود على شماله، ما يشوفش قوي اللي موجود فوق في الكورنر اليمين، او ما يشوفش قوي اللي موجود تحت في الكورنر اللي مش عارف الشمال، نتيجه ليجنز مختلفه موجوده في البرين. عشان كده بنقول ان كل ده مهم في الاطفال الصغيرين اللي حصل لهم هايبوكسيا اثناء الولاده وحصل لهم سيريبرال بولسي، وممكن عندهم بعض المشاكل في الايه في الفيلد اوف فيجن بتاعهم نفسه. خلاص فالريسبتيف فيلد ده هو ده اللي ايه اللي احنا هنستقبل منه تمام الاستيمولس. خلاص وبالتالي لو في خلل في الفيلد ده طبعا بيبقى ايه الانسان ما بيستقبلش من الحته دي. وطبعا في تخطيط للفيلد وفي قياس ليه زي ما احنا عارفين. الفوبيا هي المكان السنترال في العين اللي هو لما الواحد يبص الحاجه وعينه موجهه ناحيتها خلاص، فانه الحاجه دي بتقع على مكان جوه العين او جوه الرتنه اسمها الفوبيا. يبقى الفوبيا ده جزء من الرتنه خلاص صغير قوي بيبقى سنترال موجود في النص بيقع عليه الصور اللي بتبقى موجوده امامنا مباشره. والانسان عشان خاطر يخلي الحاجه تقع في الفوبيا بتاعته يا اما بيحرك عينه ناحيتها وهو راسه ثابته، يا اما بيحرك راسه كلها ناحيتها. يعني عشان تيجي الحاجه على الفوبيا احرك راسي كده هو خلاص، يا اما احرك عيني بس من غير ما احرك راسي. العين ليها نوعين من الموفمنت. طبعا كل الكلام احنا بنتكلمه فيسيولوجي ونيورولوجي. العين لها نوعين من الموفمنت، في حاجه اسمها سكاتيك اي موفمنت، في حاجه اسمها سموث بيرسو اي موفمنت. السكاتيك اي موفمنت هي عباره عن ايه؟ هي ان العين بتمط خلاص في الفيلد، الفيلد الموجود قدام الحاجات اللي انا شايفها، العين عشان تشوف اللي موجود قدامها بشكل كويس بتمط من مكان للاخر خلاص في جزء من الثانيه، بحيث انه تعمل الكابتشر تلقط اللقطه وتدخلها لجوه. دي اسمها السكاتيك اي موفمنت، دي بتبقى فيري رابيد، احنا ما بنلاحظش انه العين متحركه فيها خلاص، ولكن بيبقى الهدف هو ان انا كل جزء من الفيلد اللي انا ببص عليه يقع على الفوبيا، فلازم انه العين تعمل الحركه دي اللي هي اسمها سكاتيك اي موفمنت. خلاص السموث بيرسو اي موفمنت يقصد بيها لو انا بحط صبعي قدام عينين العيان وبقول له امشي مع صبعي، وببدا احرك صبعي كده واخلي عينه تتحرك معايا، دي اسمها سموث بيرسو اي موفمنت. ودي بتفيدنا ان احنا بنبص على الحاجات اللي هي المتحركه. طبعا دي ليها ميكانيزم، والسكاديك اي موفمنت دي ليها ميكانيزم. السكاديك اي موفمنت هي اللي لها علاقه بقصه الكوبيا والفيجوال ايه والفيجوال فيلد. طيب اول ما شعاع الضوء بيوصل من العين على الرود والفون او الفوتو ريسبتور، الرود والفون اسمه الفوتو ريسبتور، لما بيقع على الرود والفون في الرتينه ايه اللي بيحصل؟ الرود والفون لهم من القدره انه يحولوا الاستيمولس اللي حصل ده الى اكشن بوتنشال زي ما قلنا قبل. خلاص؟ اوكي. وطبعا النيورون ده هي بيحصل تشينج ان ذا فايرنج ريت في الايه في النيورون، يعني الرود والكون ده عباره عن ايه؟ واصل على نيورون، مجرد ما حصل الاكشن بوتنشال هو يبدا الاكشن بوتنشال يمشي جوه النيورون ده هي، ويطلع من النيورون ده هي يمشي بقى في الايه في الاوبتيك باسوي لغايه لما يوصل للبرين. طول ما الانسان بيشوف الاستيمولاي ده هي شغاله، الانسان مش شايف تقف الاستيمولاي ده هي. خلاص؟ طيب النيورونز اللي موجوده في الريتنا ليها انواع. في نيورون بتبقى موجوده هورايزونتال، وفي حاجه اسمها بايبولر نيورون، في حاجه اسمها اماكرين نيورون، في حاجه اسمها جانجليون سيل نيورون.
دي انواع من النيورونز موجوده في الريتنا، ودي اللي تبقى اتاشد للايه، للرود والكونز. ناخد بالنا من حاجه، الريتنا بيبقى فيها 100 مليون رود وكون، يعني الفوتو ريسبت بتاعتها 100 مليون خلاص، انما الاوبتيك نير ما فيهوش الا مليون نيورون فقط لا غير. شايفين ازاي؟ يعني نسبه عدد الرودز والكونز بالنسبه لعدد النيورونز اللي موجوده في الاوبتيك نير 1 ل 100 خلاص. ده معناها ايه؟ معناها ان كل نيورون موجوده في الاوبتيك نير ليها 100 رود وكون، هيدخل فيها هيخش فيها ستيموليشن من 100 ريسبتور، يبقى كل نيورون لها 100 ريسبتور فقط. طيب السؤال، ليه مش كل رود او كون بيبقى ليه نيورون؟ لان كده هنحتاج 100 مليون نيورون، وال 100 مليون نيورون معناها ان الاوبتيك نير هيبقى سميك جدا، وبالتالي ما يقدرش يمشي جوه المخ، ده هيبقى حبل ضخم تمام وما يقدرش يمشي جوه المخ. ده هو على كده، والاوبتيك نير من الايه، من النيرفات الايه التخينه على وضعه ده هو. فما بالك لو بقي 100 مليون نيورون موجوده، هيبقى سميك للغايه، وبالتالي ما يقدرش هيضايق الحاجات الموجوده حواليه في المسار الاوبتيك باس واي، دي حاجه. والحاجه الثانيه، العين هتبقى مربوطه بحبل قوي تخين وراها، هيخلي العين ما تتحركش نهائي. فمن ابداع ربنا سبحانه وتعالى في خلق هذا السيستم، خلق انه الريسبتورز كتيره قوي خلاص، ولكن النيورونز اللي موجوده في الاوبتيك نيرف اقل. وده معناه ايه؟ ده معناه انه الاستيميوليشن اللي بيجي من ال 100 مليون رودز وكونز لازم يحصل فيه نوع من انواع الايه؟ السكويزنج او الضغط، بالظبط زي ما احنا بيبقى عندنا ملف تقيل وبحتاج برنامج يضغطه عشان خاطر اقدر ان انا احمله على الايميل او ان انا ابعته. فنفس الوقت الاستيميوليشن اللي جاي من ال 100 مليون فوتو ريسبتورز لازم يضغط ويحصل له سكويزنج، بحيث انه يقدر يدخل في الايه؟ في المليون نيورون فقط منه. خلاص؟ طيب ده بيتم ازاي؟ ده بيتم من خلال اختصار الايه؟ الانفورميشن. طيب اختصار الانفورميشن ده بيتم ازاي؟ بالظبط زي لما واحد بيوصف طريق البيت، بيقول لك انت تمشي على طول، تاخد يمين، بعد كده ثالث شمال، بعد كده تلاقي على الناصيه كذا، تدخل في مش عارف ايه. خلاص؟ اللي بيوصف بالطريقه ده هي ما وصفش تمام لا الوان في السكه ولا كم متر ولا هتقابل مين ولا كم بيت هيقابلك ولا الشارع ده عرضه قد ايه ولا الاضاءه في شكلها ايه ولا هتلاقي ايه واقف ولا. لا، ده بيقول لك انت تمام هتمشي 50 متر، تاخد اول يمين، بعد كده تاخد ثالث شمال. معلومات مختصره جدا. خلاص؟ طيب المثال ده بيوضح لنا ازاي بيحصل سكويزنج للانفورميشن. طيب ازاي؟ في منتهى البساطه، الرودز والكونز والاوبتيك نير ما بيمشيش الاستيميوليشن تمام الا لما يحصل فيه تشينج. خلاص؟ يعني ايه؟ عند النقاط اللي بيحصل فيها تشينج الاستيمولس يطلع. بمعنى ايه؟ انه دلوقتي جاي لنا استيميوليشن كتيره على ال 100 مليون ريسبتور اللي موجودين. خلاص؟ طول ما الحاجه ثابته تمام؟ ما فيهاش لا يمين وما فيهاش لا شمال، بيقعد الريسبتور ده هو ايه؟ مونوتونس ومش شغال، خلاص هو العصب البصري بيبقى ما بيفوتش حاجه جديده طول ما الرؤيه ثابته. اول ما يحصل تغير في الرؤيه او تغير في اللون او حركه مهمه ما كانتش موجوده قبل كده، بيحصل فايرنج. وبالتالي الرودز والكونز بيدخلوا الانفورميشن، ولكن الفايرنج ما بيحصلش الا مع التشينج في الاماونت اوف لايت كولينج في الايه؟ في الريسبتور. يعني لما بتتغير كميه الاضاءه ويتغير حركه الاستيمولس اللي موجود قدامي، خلاص بيحصل الفايرنج. ما حصلش تغير، ما بيحصلش الفايرنج. وده بيخلي انه بالرغم انه 100 مليون ريسبتور شغالين، انما الانفورميشن اللي طالعه منهم بتبقى قليله على قد المليون ايه؟ على قد المليون نيورون اللي هي موجوده. خلاص؟ يبقى ده طريقه الايه؟ طريقه السكويزنج اللي بتحصل للايه؟ اللي بتحصل للانفورميشن. ناخد بالنا من حاجه، ان هذا الكلام قد يكون سبب من اسباب الايه؟ الخلل اللي بيحصل مثلا يعني عند الاطفال اللي عندهم توحد، بيبقى عندهم اوفر استيميوليشن في الايه؟ من
ممكن يبقى الخلل سببه انه السكويزنج ده ما بيحصلش على سبيل المثال، خلاص. والاطفال اللي هم بيبقى عندهم اندر سنسيشن، خلاص، وارد يبقى السكويزنج بيحصل اكتر من اللازم عندهم. ده هنا السكاديك اي موفمنت بنتكلم عليها كلمتين. اما السكاديك اي موفمنت هي عباره عن اكتف بروسيس، هي ان العين بتتحرك حركه سريعه صغيره ما بنلاحظهاش، والحركه ده هي يعني بتبقى في الثانيه اكتر من مره بحيث تعمل الكابتشر، تمام، وتجيب الضوء او تجيب الاستيمولس داخل العين على الكوبيا، خلاص، من خلال الايه؟ من خلال السكاديك اي موفمنت. والسكاديك اي موفمنت دي بتبقى من السرعه انها بتبقى سيفرال تايمز بير سكند، وبين بين السكاديك اي موفمنت وبعضها بيبقى في سويتش اوف للنيورون، النيورون ما بتعملش فاير، بتبقى واقفه بين الايه؟ بين في اللحظات من الثانيه دي اللي العين بتتحرك فيها النيورون بتبقى ما بتعملش فاير وما بتدخلش انفورميشن، فبيحصل لها سويتش اوف. والسويتش اوف ده هو تمام ميكانيزم من ربنا سبحانه وتعالى انه الانسان ما يشوفش الحاجات بتتحرك قدامه في الفيجوال فيلد بسرعه شديده. احنا العين بتتحرك بسرعه عشان خاطر تلقط الصور، لو ما حصلش السويتش اوف بين نقطه العين والنقطه اللي بعد منها، تمام، هيبقى هيحصل ايه؟ بيرسيفنج انه العالم كله بيتحرك بشكل سريع وملخبط. وده اجين ممكن يبقى اللي بيحصل مع الاولاد اللي عندهم توحد، وكل ما بيشوفوا مناظر معينه بيبقى في اوفر رياكشن من هذه المناظر، بيشوفوا شايفين الدنيا بتتحرك بسرعه بهذا الايه؟ بهذا الشكل. طبعا ناخد بالنا ان احنا بنحتاج سيلكتيف اتنشن، ان احنا لازم نختار الاستيمولس اللي احنا هنبص عليه عشان خاطر نقدر نعمل له بروسيسنج. وعمليه السنسيشن دي كلها عمليه اكتف، يعني كل الفيجوال سنسيشن موضوع اكتف جدا، العين بتتحرك، الرودز والكونز بيشتغلوا، احيانا يعملوا يدخلوا الاستيمولس، احيانا ما بيدخلوش الاستيمولس، خلاص، حسب كميه الايه؟ كميه التغير اللي بتحصل في هذا الاستيمولس. فالعمليه فيري اكتف بروسيس، واي خلل في الاكتف بروسيس بيحصل فيها مشكله. وطبعا بيحصل كل ده بيوصل للكورتكس، الكورتكس فيه منها جزء فنترال وفي جزء منها دورسال. الجزء الفنترال ده هو بيبقى مسؤول عن انه يعمل سنسيشن للنيتشر بتاع الاوبشن. والجزء الدورسال بتاع البرايمري كورتكس او الفيجوال كورتكس بيبقى مسؤول عن تو انتر اكت اند بلان تو اكشن، يعني بعد الواحد ما بيبقى شاف خلاص بيبدا ان هو ايه؟ بيشوف هيتصرف ازاي او هيعمل ايه في الحاجه اللي شافها ده. الالوان بنشوفها ازاي؟ زي ما بنقول انه الالوان يعني بنشوفها من خلال الانواع بتاعه الكونز والروز والويف لينس بتاعه الاضواء اللي هي بتقع عليه. مخ الانسان بيبقى فيه نوع واحد من الروز وثلاث انواع من الكونز. الثلاث انواع من الكونز دول ساعات بيسموهم ال وام واس حسب الويف لينس بتاعتهم، اللي هي ال ده هي خلاص دي بتشوف اللونج ويف لينس، والام بتشوف الميديوم ويف لينس، والاس بتشوف الشورت ويف لينس. يبقى كاني انه الكونز ثلاث انواع والروز نوع واحد فقط. من خلال الاستيميليشن بتاع الكونز المختلفه وكم الاستيميليشن اللي بيقع على الكونز اللي هم الثلاث درجات بتوعها اللي موجودين دول، بنقدر ان احنا نعمل بيرسبشن للالوان اللي جايه لنا من بره. خلاص؟ وكل الالوان بتحصل نتيجه الايه؟ نتيجه النسب المختلفه بتاعت الاستيميليشن للثلاث انواع من الكونز دول. لو حصل استيميليشن مثلا للال اكتر من الام او للام اكتر من الاس، نشوف اللون الفلاني او ما نشوفش اللون الفلاني. طبعا اي خلل في هذه المنظومه الدقيقه تمام تؤدي الى خلل في الديتكشن بتاع الايه؟ بتاع الالوان، ان الواحد ما يفهمش الالوان ويبقى الدنيا كلها سايحه على بعضها. طبعا احنا عارفين انه في ناس عندها كلر بلايندنس، عندها مشاكل في هذا الايه؟ في هذا الامر. خلاص؟ يبقى البرسبشن بتاع الالوان بيحصل من خلال الثلاث انواع بتوع الكونز المختلفين والويف لينسز بتاعتهم.
اوكي، لو احنا حاولنا نشوف يعني اختصارا للكلام اللي احنا قلناه، لو شفنا الجدول ده، انا كنت عايز اعمله لكم شكل ولكن يعني للاسف ما كانش فيه وقت، احاول ان انا اعمله لكم قبل ما ابعت السلايدز. ولكن اللايت بيقع على الكورنيا الاول، ثم ينزل على اللينس من الكورنيا، ثم من اللينس يوصل على الريتنا. الريتنا فيها زي ما بنقول ثلاث انواع من الكونز، وفيها الروز. خلاص، اللايت لما بيجي على الاربع حاجات دول بيبدا، لو في تغير بيحصل فيه يبعت على الاوبتيك نير، يحصل فايرنج ويدخل في الاوبتيك نير. لو التغير ما بيحصلش الاستيموليشن يبقى بيقل، عشان خاطر بس حته الايه ال 100 مليون رود وكون والمليون واحد في الاوبتيك نير من النيورونز، فبيحصل ريدكشن للانفورميشن من خلال ان كل ما يحصل تغير يحصل فايرنج، ما بيحصلش تغير ما بيحصلش فايرنج، يدخل الامر على الاوبتيك نير والاوبتيك تراك، ثم البرايمري فيجوال كورتكس اللي احنا ايه اتكلمنا عنه. ودي البرايمري فيجوال كورتكس اللي احنا اتكلمنا عنه. اوكي، لو اتكلمنا عن السمع شويه، عن السنسوري اورجان الودن بقى نفسها، فانه الضوء قلنا بيمشي في ستريت لاينز، الساوند ما بيمشيش في ستريت لاينز، الصوت بيعمل زي ما بنقول الكترومغنيتيك ويفز. الالكترومغنيتيك ويفز ده هي لما بتوصل للبينا، البينا اللي هي الايه الحته بتاعت الودن اللي فيها كارتريدج ده هي، خلاص اللي هي على الودن من بره، لما بتوصل للبينا، البينا ده هي بتخلي الاصوات كلها توجهها تزقها جوه الاير درام، جوه الايه جوه الاير كانال نفسها، فبتزقها في الاير كانال نفسها، ولما بتدخل في الاير كانال تعمل فايبريشن في الاير درام، توصل للاير درام فتعمل فيها فايبريشن. خلاص؟ طيب الاير درام دي كونكتد من خلال بعض العظم الصغير قوي تايني بولز، خلاص؟ دي حاجه اسمها الكوكليا. خلاص؟ بتوصل للكوكليا، الكوكليا ده هي عامله زي الايه؟ زي الشيل بتاع الايه؟ بتاع القواقع. خلاص؟ الكوكليا ده هي خلاص؟ بتقدر ان هي تعمل تستقبل طبعا الفايبريشن اللي هو رائد اللي هو جاي لها ده هو، وتقدر ان هو تعمل له تحوله او توصله لحاجه اسمها البازلر ممبرين، والبازلر ممبرين ده هو بيبقى شابك فيه حاجه اسمها هير سيلز، والهير سيلز دي هي الريسبتور اللي بيستقطب زي الرودز والكونز. يبقى الرودز والكونز اللي موجوده في العين ما يوازيها موجود في الودن، هو الهير سيل اللي موجوده على البازلر ممبرين اللي هو موجود في الايه في الكوكليا. خلاص، اوكي، يبقى البازلر ممبرين ده هو من خلال الاستيميوليشن اللي بيحصل فيه تبدا الهير سيلز دي تبقى ايه، تبقى استيموليتد، والهير سيلز لما تشتغل تبدا تطلع الاكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال ده يمشي بعد كده في الاكوستيك نيرف. يبقى الهير سيل هتدي الاكوستيك نيرف على طول ينقل الايه؟ ينقل الصوت ده هو لجوه. يبقى البينا دي هي زي ما نقول حته السكن والكارتج الموجوده على مدخل الودن، الاير درام دي هي الطبله بتاعت الودن، الكوكليا دي هي الكويل ستراكشر اللي موجود جوه وفي البازلر ممبرين، الاكوستيك نيرف هو النيرف رقم 8 اسمه كيستيك كوكليا 8 يبقى هو كرينيال رقم 8. يبقى زي ما بنقول النيرف رقم 8 ده هو السيبليكوكلر نيرف او الاكوستيك نيرف ايا كان نسميه ايه. طبعا اللي هو بيحمل انفورميشن عن الصوت وبيحمل انفورميشن فيستيبيولر زي ما هنشوف بعد شويه. طيب يبقى هنا البينا اللي هي اللي موجوده من بره بتوجه الصوت للاير درام، الاير درام مربوطه بالتايني بونز، التايني بونز دي بتوصل للكوكليا، الكوكليا توصل للبازلر ممبرين، البازلر ممبرين يوصل للهير سيلز، الهير سيلز تروح مشغله الاكوستيك نير، الاكوستيك نير يوصل الصوت للايه؟ للكورتكس. يبقى ده الايه الباسوي بيحصل في الهير. طب الانسان بيلقط الفوليوم والبيتش وحاجه اسمها التمبر، بيلقطهم ازاي؟ الديفرنت فريكونسي بيخلي البازلر ممبرين فايبريت في اماكن مختلفه حسب البازلر ممبرين بيبقى بيحصل فيه فايبريشن في اي حته منه، خلاص بيدي ايه استيمولاي مختلف.
خلاص يبقى الهير سيلز مرتبطه بالبازلر ممبرين كله، ولكن حسب الاستيميليشن حصل فين او الفايبريشن حصل فين فيدي الاستيميليشن ويدي الايه ويدي الفاير. خلاص الفايبريشن ده هو حسب حصل فين بيعمل تغير في الايه في البيتش، البيتش بتاعت الصوت، درجه تخن الصوت، الصوت تخين ولا الصوت رفيع، ده بيبقى حسب زي ما بنقول الاستيميليشن حصل فين. الامبليتيود بتاع الصوت او الفوليوم بتاع الصوت بيبقى له علاقه بانكريز الفايرنج ريت في الاوديتوري نيورون، يعني عدد النيورونز عشان الصوت يبقى عالي يدي عدد من النيورونز اكتر اللي يحصل فيها فايرنج، يبقى عدد النيورونز هو اللي اكتر مش المكان على البازلر ميمبرين. خلاص يبقى جريتر نمبر اوف نيورونز لازم تعمل فايرنج عشان اسمع الصوت عالي قوي. خلاص وانما البيتش بتاع الصوت لا، المكان على البازلر ميمبرين اللي حصل في ستيموليشن. التمبر ده يا شباب نفس الصوت، انتوا عارفين انه الالات الموسيقيه بتصدر اصوات مختلفه، يعني صوت العود غير صوت الجيتار غير صوت البيانو، في حين انه السلم الموسيقي هو هو نفس الايه نفس النغمات بتاعت السلم الموسيقي هي هي، لو ضربت على بيانو بتعمل الصوت مختلف عن لو ضربت على جيتار غير لو ضربت على عود، رغم ان هو نفس الايه نفس الرنه او نفس النغمه. خلاص الفرق بين النغمات ده هو اسمه تمبر، يبقى التمبر ده فرق بين النغمات. طب ده في الموسيقى، طب في الحياه العاديه الفرق بين النغمات له قيمه انه مخ الانسان يبقى مبرمج انه يعرف يلقط هذه الفروقات؟ طبعا له قيمه. ليه؟ لان في اصوات عاديه موجوده في الحياه فيري كومبلكس لهذه الدرجه انه ممكن تتشابه مع بعضها وبتختلف حاجه بسيطه جدا اللي هي نغمتها سنه أدخن سنه ارفع سنه مش عارف مين، فدي بيسموها تمبر، وده مخ الانسان يقدر يلقط ده هو من خلال التباديل والتوافيق اللي بتحصل في الاستيميوليشن بتاع الهير سيلز المختلفه. فطبعا الاكوستيك سيجنالز ده هي بتختلف في الكومبلكستي بتاعتها، بتشتغل قد ايه، عدد الهير سيلز اللي عملت الشارج قد ايه، عدد النيورونز اللي عملت الشارج قد ايه، كل دوا بيعمل ايه؟ بيعمل فرق. طبعا الاصوات المختلفه، طبعا احنا يعني عندي محاضره عن اللانجوش للفيرست بارت ميعادها يوم 25 فيرست بارت بس للماجستير العادي، هنتكلم فيها عن اللانجوش والفونيم والمورفيم وهذه الايه وهذه الاشياء. الفونيم ده هو عباره عن المقاطع المختلفه بتاعت الصوت. خلاص زي مثلا لما نقول كلمه رش، كلمه اش دي تمام، ده مقطع من مقاطع الصوت. اللغه الانجليزيه ما فيهاش الا 40 مقطع بس على سبيل المثال. طبعا اللغه العربيه ثريه جدا مليانه نغمات ومليانه اصوات مختلفه، انما كلمه فونيم معناها ايه؟ الاصوات الايه اصغر مقاطع في الكلمات، يعني ما توصلش الكلمه. كلمه مورفيم معناها كلمه، يبقى المورفيم كلمه، الفونيم عباره عن ايه؟ مقطع، مقطع من كلمه، زي كلمه ايه؟ اش ده هي كلمه اش. ده تعريف لكلمه بيتش وكلمه تمبر وكلمه فونيم، ودي احنا ايه؟ قلناها. اوكي. ديتكشن اوف ساوند دايركشن، طبعا الديتكشن اوف ساوند دايركشن بيتم من خلال الصوت بيوصل للودن اليمين الاول ولا بيوصل للودن الشمال الاول، وقلنا في فرق بينهم 1 مللي سكند، وقلنا ان المخ يقدر يلقط الايه؟ يقدر يلقط ال 1 مللي سكند ده هو. خلاص؟ وقلنا انه الانسان من خلال الجهاز السمعي بتاعه بيقدر ان هو تمام يحدد الدايركشن بتاع الصوت جاي منين، ولو الصوت جاي من فوق، لو الصوت جاي من تحت، لو الصوت جاي هورايزونتال، كل ده ممكن الانسان يقدر ان هو يلقطه من خلال الديفرنس في وصول الصوت للودنين الايه المختلفين. اوكي، بالنسبه للتست والسميل، نتكلم على الاورجان بتاعهم نفسه. خلاص احنا قلنا ان الاستيميليشن في التيست والسميل بيبقى ماتش مور سلو اند بيرزيستنت، بيبقى فيه دايركت بروكسيميتي، بيبقى فيه لازم يوصل المولكيول اللي فيه الريحه او في الطعم يوصل على اللسان او يوصل في الايه في الانف.
وقلنا انه هيحصل له ترانسدكشن وهيتحول برضه الى اكشن بوتنشال من خلال الايه الريسبتورز اللي موجوده بتاعه السميل وبتاعه الايه وبتاعه التيست. قلنا انه التيست في الانسان بيبقى موضوعه نسبيا سهل لان التيست سنسيشنز بتبقى في خمس انواع من التيست. يعني كل الاطعمه اللي موجوده في الحياه ليها خمس اطعمه اساسيه او خمسه كاتيجوري. في اللي هو طعم اسمه ساورنس، طعم اسمه سويتنس، طعم اسمه سولتنس، طعم اسمه بيترنس، خلاص. والأمامي ده هو ده طعم ايه؟ طعم خامس. وطبعا كل طعم من دول بيحصل بكاتيجوري من الاكل، خلاص. السويتنس الحاجات المسكره، السولتنس ده الحاجات المملحه، البيترنس دي الحاجات الممرره، الساورنس دي الحاجات اللي فيها اسيد، خلاص. الأمامي ده بيبقى عامل زي المونوصوديوم جلوتاميت ده هو. الريسبتورز اللي بتستقبل الطعم اسمها تيست بادز، خلاص، وموجوده على السيرفس اوف ذا تانك، وموجوده شويه ممكن تبقى على البقه الميكوزا، وممكن تبقى موجوده في الفارنكس من فوق في الاوروفارنكس، خلاص. وطبعا الريسبتورز ده هي احنا عارفين ان هي كل الانسان ما بيكبر بيقل عدد الريسبتورز ده هي، وبالتالي التذوق بتاع الاطعمه يبقى اكتر في الايه في الناس الاصغر سنا من الناس الكبار قوي في السن. ولازم الكيميكال مولكيولز تو انتر اكت دايركتلي مع التيست باد علشان خاطر تقدر ان تحولها الى اكشن بوتنشال وواحد يحس الايه يحس هذا الطعم، خلاص. نفس الوضع بالنسبه للسميل، لازم انه يبقى الهواء فيه مولكيولز معينه، والمولكيولز اللي هي تيجي على الريسبتورز بتبقى تتفاعل معاها عشان واحد يقدر يشم الايه الريحه. الروائح بتختلف عن التيست، التيست قلنا فيه خمسه كاتيجوري مختلفين، ولكن الروائح فيها ايه؟ فيها لا يقل عن 1000 نوع من انواع الريسبتورز المختلفه اللي فيها روائح مختلفه، او تخلينا نلقط روائح مختلفه. خلاص؟ وزي ما بنقول ان في ميموري للسميل، لما الواحد يشم الريحه ده هي يقول لك انا شميت الريحه دي قبل كده، دي ريحه كذا او ريحه كذا، خلال مقارنتها بالميموري اللي موجوده جوه. خلاص؟ يبقى اي اكل من الاكل اللي احنا بناكله الفليفر بتاعته بتتحدد بالسميل والتيست، والاثنين قائمين على انه يبقى في مولكيولز تيجي دايركت على الايه؟ على الريسبتورز. خلاص؟ وبعض الناس بتقول انه اي نوع من انواع الاكل او الشرب، خلاص، بيبقى ليه نوز وليه بلد وليه فينش، وبيدوا مثال بالواين. الواين اللي هي الخمره، كنا بنوصف بنقول انه اي اكل او اي شرب بيبقى ليه ريحه بنسميها زانوز، وبيبقى ليها طعم، خلاص، ايرلي تيست سنسيشن، اول ما الواحد تيجي على لسانه الحاجه ده هي، خلاص، بيبقى ليها طعم اسمها زبلة، وبيبقى ليها ليت تيست سنسيشن بنسميها فينش. وبالتالي لو احنا عايزين نوصف احساس التيست بالظبط بنقول اي اكل له نوز وله بلد وله فينش. النوز اللي هو ريحته، خلاص، والبلد هو الايرلي تيست سنسيشن اول ما بيجي على اللسان، والليت تيست سنسيشن اسمه فينش، خلاص. وكلنا عارفين انه احيانا الواحد مثلا يعني يشرب، لو تعرفوا العرق سوس مثلا، خلاص، واحد يشرب العرق سوس بعد ما بيخلص شرب العرق سوس له ليت تيست سنسيشن، تحس حاجه سويتي كده هو موجوده في الايه موجوده في البوق، فده اللي هو الايه اللي هو الفينش بتاعه، خلاص. البيبسي والكوكاكولا والحاجات ده هي بيبقى ليها ليت تيست سنسيشن، خلاص، كانه حاجه حرقه الزور او حاجه كاويه الزور كده فوق موجوده فتره بعد كده، حتى اللي بيشرب بيبسي وينام يقوم يلاقوا كانه انه زوره مجروح او زوره فيه حاجه من ضمن الايه الريتيشن اللي بيحصل من الفينش ده هو. وكذلك الايه المثال المضروب في الكتاب على الخمور، ان الخمور بيبقى ليها نوز وبيبقى ليها بلد وبيبقى ليها فينش، انما الحقيقه هو اي اكل بيبقى ليه نوز وبلد وفينش. وطبعا من افضل الحاجات
اللي هي بيبقى ليها موز وبلد وفينش الفواكه بس. وبالتالي لو واحد مش عايز يمضمض وبعد ما بيخلص اكل مش عارف ايه، لا يبقى فاكهه، لان الفاكهه حاجه خفيفه وحاجه طبيعيه خلاص، وعاده بيبقى الفينش بتاعها لطيف. السوماتوسينسس سواء التاتش سواء التمبريتشر سواء الفايبريشن سواء السنس اوف بوزيشن السنس اوف موفمنت، ان الانسان بيحس نفسه بالحركه، كل ده مرتبط بريسبتورز موجوده في الايه في الجلد بشكل او باخر. خلاص الريسبتورز طبعا ناخد بالنا ان الريسبتورز المسؤوله عن التاتش بتختلف عن التمبريتشر، مختلفه عن البين، مختلفه عن السنس اوف بوزيشن اند موفمنت، وبالتالي في انواع كثيره من الايه من الريسبتورز. خلاص الحاجات بتاعه الديب سنسيشن السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت بتبقى مرتبطه بحاجه اسمها فيستيبولار سيستم. الفيستيبولار سيستم ده بيبدا من اول الانر اير الاذن الداخليه، وبيبقى فيها حاجه اسمها سيمي سيركولار كانال. السيمي سيركولار كانال ده هي بيبقى فيها فلويد وفيها لمب عايمه في الفلويد ده هو، ومن خلال الموفمنت بتاع اللمب ده هي داخل الفلويد ده هو الانسان بيحصل بروباجيشن لده بيولد اكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال ده هو بيبين للانسان هو واقف هو مايل هو قاعد هو وضعه شكله ايه. وبالتالي الاحساس بالتوازن والاحساس بالحركه بتيجي من خلال الايه؟ من خلال الاستيميوليشن بتاع الايه؟ السيمي سيركولار كانال دي اللي فيها اللمب اللي هي عايمه في الميه وبتتحرك مع حركه مع البوزيشن بتاع جسم الانسان. لو الانسان موقف قدام غير لو مايل لورا غير لو يمين غير لو شمال، تدي استيميوليشن وبالتالي الانسان يعرف السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت بتاعه. طبعا الخلل في القصه ده هي بيعمل ايه؟ بيعمل انستيدنس. بيعمل ان ستيدنس، واحد بتلاقي مش عارف يصمد طوله وبيتمرجح ومش قادر ان هو ويحس ان ايه الدنيا كلها بتلف دي، نتيجه لخبطه في الايه في الحته اللي هي بتاعت السيمي سيركلر كانال. وده طبعا بيحصل في امراض انف واذن وحنجره، وممكن يحصل من البرين نتيجه الفيستيبولار سيستم نفسه يبقى فيه مشاكل. وزي ما احنا عارفين انه احنا بنقول ان احنا هنتعامل مع اطفال صغيرين عندهم سيريبرال بولسي ويجب عندهم مشاكل في الحته دهن. يبقى مع حركه السائل وحركه اللمب جوه السائل بنقدر نحدد السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت. وكل دوت بيبقى من خلال الفيستيبولار سيستم اللي بيبدا من عند الانر اير وبيمشي في جزء من العصب الثامن، يعني احنا قلنا ان العصب الثامن ده اسمه فيستيبولار كوكليير، بيحمل الانفورميشن الصوتيه وبيحمل الانفورميشن بتاعه الاتزان، وبيوصل لغايه الاماكن المختلفه في الايه في البرين ستيم، ثم على الايه على بقيه المخ. يبقى احنا بنقول ان احنا لو عايزين نشوف الفيستيبولار سيستم ده فيه خلل هنشوف الناس اللي عندها فيرتايجو، هنشوف الناس اللي شاربه الكحول، هنشوف الناس اللي عندها سيربيلر بروبلمز، خلاص هنشوف الاطفال اللي عندهم سيريبرال بولسي وحصل لهم مشاكل في هذا في هذا المجال. كل الاحاسيس اللي جايه من السكين يا شباب بتيجي من النيرف اندنس. ربنا سبحانه وتعالى جعل ان كل حته في جلد الانسان فيها نيرف اندنس، خلاص فيها عصب تفرع ووصل بايديه في الحته ده هي نيرف اندنس، تقدر انه تاخد الاحساس من الحته ده هي وتطلع بيه فوق. طبعا حسب الحته دي فين بيبقى النيرف اندنج كثافتها شكلها ايه. زي ما قلنا في التيبس اوف ذا فينجر النيرف اندنج بتبقى كثيره جدا، لان التيبس اوف ذا فينجر دي مطلوب منها حاجات كثيره جدا عند الانسان من ضمنها الفاين تاتش كله. خلاص انما مثلا في الجلد بتاع الظهر النيرف اندنج دي هتبقى قليله، فالواحد ما بيتالمش في الجلد بتاع الظهر زي ما ممكن يتالم من الصوابع بتاعت ايه بتاعت إيه. سبب انه النيرف اند كتيره جدا في الصوابع والبرزنتيشن في البرين بتاع الصوابع بيبقى كتير قوي، انما الجلد بتاع الظهر مثلا لا
النيرف اندنجز فيه قليله والبرزنتيشن بتاعه في المخ بتبقى قليله. خلاص. بعض الديب سنسيشن زي السكشوال سنسيشن زي السنس اوف بوزيشن زي السنس اوف موفمنت دي بيبقى ليها ريسبتورز جوه المسلز نفسها، يعني جوه المسلز مش عند السفين من بره، ولكن لازال هتشتغل بنفس الطريقه برضه بتبقى نيرف اندنجز وبتنقل الايه الاكشن بتنشر بشكل عادي للعصب المناسب اللي بيطلع لفوق التراك السباينال ثلاميك تراك لغايه لما يوصل ناحيه بقى الايه الثلامس وبعد كده البرين والسنسوري كورتكس المختلف. كل دوت مهم جدا، سواء السنسيشن اللي جايه من السكن او اللي جايه من الفيستيبلر سيستم بتبقى مهمه جدا عشان الانسان يعمل كوردينيشن بالموفمنت بتاعته، يعمل مينتيننج للبالانس والبوزيشن بتاعه. في ظاهره اسمها فانتوم لين. الفانتوم لين ده هي لما بيبقى في حد بيحصل امبيوتيشن وان لين، اللين ده سواء ايد سواء رجل سواء ايا كان هو ايه، فالفانتوم لينب معناها ايه؟ معناها انه اللينب اتشال ولكن البرزنتيشن بتاعه في البرين لازال موجود. صحيح اللينب ده ملوش ريسبتور، خلاص الريسبتور السنسور بتاعه اتقطع معاه، ولكن لما اجي في حته قريبه من نفس اللينب ده هو المسها خلاص او اعمل عليها ستيموليشن، فبيحصل ستيموليشن للاريا اللي كانت الليمب ده هو بريزنتد فيها في البرين، فيبدا الواحد يحس كان الليمب موجود خلاص، كانه ايده موجوده وحاسس بوجع في ايده بالرغم ان ايده اتقطعت، او يحس بوجع في رجله بالرغم ان رجله اتقطعت. خلاص ليه؟ نتيجه انه الاريا اوف بريزنتيشن خلاص حصل فيها ستيميوليشن بالستيمولس في الحته الثانيه اللي موجوده في جسم الايه؟ اللي موجوده في جسم الانسان ولسه ما اتقطعتش. فالظاهره دي اسمها فانتوم لين خلاص، والظاهره ده هي بتبقى بالرغم من انه مفيش السنسور ستيمولس والسنسوري اورجان اتقطع وما عادش موجود، انما الانسان بالبرزنتيشن لازالت موجوده في البرين وبيشوف الايه وبيحصل له الحاجه دي. فدي ظاهره اسمها فانتوم لين لها علاقه بقصه الايه السنسيشن. في الاخير السمري بتاعنا اللي احنا هنركز عليه انه there are different types of physical energy. اللايت يختلف عن الساوند، يختلف عن التيست، يختلف عن الانفكشن، كل واحده من دول لها ستيمولس والستيمولس بتاعته بيبقى ليها طبيعه. الستيمولس بتاع العين بيبقى الاضواء وبالويف لينسز المختلفه بتاعتها، الستيمولس بتاع الودن بيبقى الموجات الصوتيه، الستيمولس بتاع الانفكشن والتستاتيك سنسيشن بيبقى كيميكال، لازم يجي المولكيول نفسه على الايه؟ على الريسبتور. وكل نتيجه لاختلاف نوع الستيمولس واختلاف الانرجي بتاع الستيمولس او الفيزيكال كاركتر اوف الستيمولس لازم يبقى فيه اختلاف في السنسوري اورجان وفي تركيبه وفي الطريقه اللي شغال بيها. خلاص؟ وعطينا امثله على اللايت وعطينا امثله على الساوند، وشفنا الاجهزه دي بتتركب من ايه، وشفنا قد ايه في نوع من انواع التوافق بينهم وبين بعضهم في ان الواحد يقدر يلقط الويف لينس ويقدر يلقط الالوان ويقدر يلقط الدايركشن ويقدر يلقط المسافه بينه وبين الحاجات ده. هي كل دي تمام حاجات كانت لها علاقه بالسنسيشن اتعرضنا اليه. وقلنا انه احنا ما ندركه من احاسيس هو في الرينج بتاع السنسوري اورجانز بتاعتنا، انما لازم نبقى عارفين انه في بعض الويف لينسز في الاصوات احنا ما نسمعهاش، سواء اقل من الفريكونسي اللي احنا قلنا عليه او اعلى من الفريكونسي ده هو. الاضاءه كذلك خلاص، بعض اللي احنا بنشوف اللايت اللي هو جزء من الراديشن اللي جاي لنا من الشمس، انما ما بنشوفش الالترا فايلت ما بنشوفش الانفرا ريد، وبالتالي السنسوري اورجن بتاعتنا بمرمجه ان تشوف في حدود معينه، فوق الحدود دي ما بتشوفش، تحت الحدود دي هي ما بتشوفش. كل دي معلومات مهمه. السلايدز موجوده والشابتر نفسه من التكست بوك ده موجود، ممكن ان انا ابعته لحضرتك.